يلا يا أولادي، يلا بينا عشان نركب العربة. يلا يا روحة، يلا يا بابو، بابو تعالى يا بابو. بابا بصي معايا ايس كريم. الله، تعالى نركب يلا العربية، بعد كده نروح للمخبز. ماشي ماشي يا بابا، انا بحبك. ايوه ما ينفع اركب جنبك النهارده. لا ماما اللي هتركب جنبي. ماشي يا بابا. يا اولادي حلوين، اركبوا انتوا الاتنين ورا وما تتعاركوش، خليكوا مؤدبين. حاضر يا ماما. يلا خشي اركبي يا رولا انت الاول، بعد كده انا اركب. بس كريمتي مش هاخدها معانا عشان يلا بينا. يلا ايه اودي، نروح فين يا اولادي النهارده؟ المخبز. ايه رايك يا ابو الحاج؟ ماشي، فيها ايه؟ المخبز حلو. المخبز يلا نروح المخبز. المخبز وي هيا لجاي. وين المخبز؟ ركبنا العربية، اربطوا احنا الايمان. بحبك قوي يا بابا. هجيب وانا كمان بحبك قوي يا ابني حبيبي. This is my town. ماما انا بحبك قوي، وانا كمان بحبك يا روح قلبي. احنا خلاص وصلنا المخبز. هي وصلنا. ايه ده؟ الله، يلا يا عيال تعال نزق من العربية. راح فين ماما؟ يلا الله، بصي يا بابا. كتير يا بابا تعال نسحب فلوس الاول. ماشي تعال عيال. في ملاك، تعال نسحب فلوس الاول. عايز طب ماما. نعم يا ابني يا حبيبي. بصي احنا هنسحب فلوس من الاي تي ام ونروح احنا نعمل اللي احنا عايزينه. موافقه؟ موافقه بس ما تبعدوش. حاضر ماما. نعم يا رولا يا حبيبتي. ايه ينفع يا ماما نروح الملاهي وناكل بيتزا؟ ماشي. وناكل كيكه؟ ماشي بس ما تبعدوش. ماشي يا ماما، اي لاف يو. طب وانا يعني مش داخل في الموضوع ده؟ لا يا بابا احنا بنحبك قوي. ماشي يا حبايبي، وانا برضو بحبكم كتير. طيب انا هاخد 20 وبابا هياخد 20. بصي يا ولاد، انا وباباكو بقى هنروح نركب العربيه نستناكو، بس احنا مفيش حاجه نعملها هنا. بصوا هنستناكو في المطعم. يا ماما. نعم يا حبيبي. طب ما تروحوا في المطعم نشتري لكم حاجه تاكلوا فيها. ايوه ما احنا هنروح ناكل بيتزا انا وباباكو. بصي انا جيت لكم ناكل قهوه كده نمشي. ماشي يلا يا حبايبي. العيال راحوا فين؟ اهو احنا جايين اهو، كنا بنقول هنلعب بيه في الملاهي. عمالين نقول الله ده المطعم ده دورين. تعال بص يا بابا، احنا ممكن نحجز اللي احنا عايزينه وبعد كده نطلع فوق. بابا. نعم يا حبيبي. انا عايز اشرب عصير من ده. ماشي جيب لك كوبايه واشرب. وانا كمان يا ماما عايزه اشرب. اشرب ميه. يلا يا عيالي تعالوا نطلع فوق وبعد كده نشرب اللي احنا عايزينه. ايه ده؟ يلا هنفتح. ايه ده تعالى ده فتحت تقول ايه؟ معلش يا مو بحب اتشقت. في ترابيزه هنا، نقعد هنا ولا نطلع فوق؟ الله في قسم حلويات. ايه ده ودور تحت. استنوا تعالوا نطلع فوق. يلا يا حبايبي يلا نطلع. الله الدور اللي فوق حلو قوي، بس الدور ده ما فيهوش اكل. تعالوا ننزل تحت. ايه ده؟ تعالوا نقعد على الترابيزه هنا. ماشي يا بابا. ايه ده يا بابا؟ ايه ده؟ ده قسم الحلويات، لما نخلص اكل هنا نطلع. طب ايه ده يعني ايه ده؟ ايه ده؟ بص يا بابا خدت لك من ده. احنا إيه دخلنا هنا ازاي يا اولاد؟ معرفش. ايوه بص يا بابا، لقيت نخش محل بيتزا. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ما خدت بالي من ده. ما تجيش يا بابا. ايه ده بقى؟ ايه اللي تحت ده؟ يا عم انت بتشقى ليه؟ استنى هنخلص ونيجي. بلاش شقاوة، عشان لو اتشقيت هناخدك ونروح وما في بلاش. لا خلاص. ماشي ماما انا جعانة اوي. ماشي يا حبيبتي هنجيب لك اكل. وانا كمان يا ماما جعانة اوي. ماشي يا حبيبي هنطلب اكل. استنى نجيب الشيف. الشيف يا فين؟ الشيف فين؟ شيف يا شيف ماشي.
طيب خلاص مفيش شيف، احنا ممكن نجيب الاكل يا حبايبي. نعمل لنفسنا. ايه ده ماما؟ احنا ممكن نعمل لنفسنا يا ماما. تاكلوا ايه يا ماما؟ انا هقوم اطبخ لكم حاجه. تسلم وشكم. وانا برضو اصلا المطعم ده كانوا قايلين ان هو كل واحد هيخش يعمل حاجه لنفسه. هو ده المطعم المشهور. المطعم المشهور بتاع البيتزا الجديده. قولي دي الله. جبنه، انا هحط جبنه، وانا هحط البصل، وانا هحط طماطم، وانا هحط البروكلي، وانا هحط ايه ده، وما نحط اي حاجه مش مهم. صح اختي يا رورا؟ صح. حط اي حاجه على البيتزا. يلا نحطها فين؟ تعالى في الفرن. مفيش فرن هنا. فرن اهو. فرن اهو. فشتو حطها هنا. وقف. واو بص يا ام بابا، انا هتفسح شويه اشوف المكان حلو. لا استنى لما تاكل الاكل ده. الاكل ده هاخد منك الفلوس. سيجاره سيجاره. واو بيتزا حطها ترابيزه. اعمل واحده ثانيه. انا هعمل لكم واحده ثانيه. انا هعملها. انا اللي هعملها. انا هحط فلفل. ايه ده؟ حط بصل وجبنه وفلفل تاني وبصل. كتر في الجبنه. كتر بقى قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوصات دي؟ صوصات حلوه. كاتشب. اديها. نعمل واحده كمان. انت بسرعه، احنا مليناها. لا كاتشب. يلا نطلع البيتزا. نعمل واحده دي وانا هعملها. يلا تعالى نحط عليها صوص. استنى لا جبنه مش دلوقتي، هرجع اعملها انا. ماشي يلا. يلا يا بوب حط العصير. انت بتعمل ايه؟ اصل انا بس كنت عايز اكسر الكوبايه. مش لا اكسرهاش. انا عشان اصير بطيخ. بطيخ ماشي. هشرب انت عصير ايه؟ لا مش عايز اشرب، انا هاكل. لا يا لهوي كسرت الكوبايه. طب تعالى كل. يلا تعالى كل. انا جاي هاكل البيتزا. يلا. الله البيتزا شكلها حلو قوي. الله انا هرمي. دي بفكر ارمي البيتزا. يا عيال تعالوا كلوا بقى. هاخد بالك. انا هرمي البيتزا. ماشي يا ماما. يلا ما ترميهاش. لا هرميها. بابا انت وقفت ليه؟ رجلي وجعتني نملت. بص يا اولاد انا انا هروح. روح انتوا العبوا، هوديكوا فلوس وانا وباباك هنستناكوا هنا. ماشي يا ماما. رورا يا رورا تعالي. يا بابا انت فين؟ تعالي. ماشي تعالي نخش الحل. الله في كيكات وحاجات حلوه قوي. تعالى يا بابا. انت رحت فين؟ ما اعرفش. تعالى يلا. انا الله في كيكات حلوه قوي هنا. ايه ده؟ الله الله الموضوع. تعالى ننزل تحت. ماشي تعالى نشوف. تعالى نشوف. ايه ده؟ فتحت ده ليه؟ ايه ده انت فتحت ده ليه؟ ايه ده؟ لا حطيته جوه. ده شكله بينزل حاجات تحت. ايه ده؟ وادي جديد. ايه ده؟ يلا بقى ننزل تحت. يلا بينا ننزل تحت. يلا انزل تحت. الله الله ده بيقول لك بتعمل الكيكه ازاي؟ قلب هنا. بيقول لك المفروض ان احنا نعمل كب كيك. نحط بيض ولبن ودقيق ونحطه في المكنه نخلطه وبعد كده نكبه. ايه رايك نروح نجرب؟ ماشي يلا. طيب اهو بحاول احط البيض. اهو انا حطيت بيض اهو. مش عارفه اكب اللبن. ينفع تيجي تساعدني في كب اللبن؟ ماشي استنى استنى نخلطه فيه. الاول. تعال نحط دقيق، نحط ابيض يسود ونخلطه. يلا ماشي. انا مش عارفه اكب اللبن. اللبن مقفول جامد قوي. حطينا دي. يلا بينا نخلط. اخلط اخلط اخلط. ايه ده؟ ايه ده؟ بالله ما مش عايز الكب. ازاي الازاز بتاع مقفول قوي مكبسينه جامد جدا. بص احنا متربس. طب هنعمل ايه؟ تعالى بص احنا هنعمله. تعالى ايه ده؟ ده في كهربا هنا. كهربا ايه ده؟ سيكو. تعالى بقى نطلع. ايه ده؟ إيه اروح انا اجرب باللبن. طب روح جرب انت. يا مش عارف احط. صعبه. انا هقعد اتفرج على المكان. المكان حلو قوي. طب الخليط. طب احنا ممكن نفتحه ازاي؟ مفيش حاجه تفتح. مش عايز الكوب. الكوب ازاي؟ معرفش بقى. اتصرفي. لا.
طب كده هتتكب ازاي؟ فوقك فوقك تعال نطلع. تعال نحاول نكبه كده من غير حاجة. تعال نحطه كده. مش عايز احط. لازم اول نعملها. طب اخلط تاني كده. انت طلعت البيض فين؟ عايز تكسر البيض؟ هي عايز اكسرها. لا عيب ما تكسرش بيض. لا اكسر. لا ما تكسروش. اكسر. يلا تعال حاول. تعال حاول نكب. مش هيكب. تعال نطلع فوق. تعال نطلع فوق. تعال نطلع اطلع ايه وجع الدماغ. تعال نطلع فوق. ايه وجع الدماغ ده. لا تعال ناكل من الكيكه الجاهزه. الله طعمه حلو قوي. تعال كل حته وانت كل حته. ايه ده بتنزل تحت؟ ايه ده انا دوست هنا انت شكلها بتنزل تحت. حط الكيكه دي على جنب. تعالى كده ننزل تحت شوف يمكن نزلت تحت. هي نزلت اهي. يبقى هما بيستخدموا كده لما بيجوا يعملوا الكب كيك. مش من تحت لفوق. الشيفات مش موجودين النهارده. كمان هما عاملين مطعم كل واحد يطبخ لنفسه. ايه ده احنا نزلنا تاني ليه؟ نبص على المكان اخر مره. يلا بينا نطلع بقى ونمشي. ماما ماما احنا هنروح نلعب ونيجي تاني. ماشي يا حبايبي. يلا اغسل اخش التواليت. اخش التواليت. محتاج الحمام. محتاج الحمام. طب خش انت. يلا خش انت الحمام. ايه ده ده المطعم هنا ده في مدخلين للحمام. الله. ده في مدخلين. مدخل من هنا ومدخل من جوه. خلاص؟ ده حريق ورداني. تعالى يلا يا بوبو نطلع نخش الملاهي. يلا بينا نخش الملاهي. يلا بينا. تعالى نخش الملاهي. يلا يا رورا خش. يلا يا عم انت بطيء كده ليه؟ تعالى انت بطيء ليه؟ يلا يا بوبو انت بتروح فين يا جدع انت؟ افتح الباب. يلا خش. ايه ده؟ دي مش ملاهي. هيكم بص هناك. انا هروح اتمرجح. هروح اتزحلق. انا قاعد اطبل. انت عمال تطبل. لا 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 بوم بوم تروح فين؟ تعالى. الله ده في رمله هنا واكل وحاجات حلوه قوي. ده في اكل. روح طبل. روح طبل. ماشي ثانيه اروح ثانيه. ايه ده؟ سبتها متفجره. بوم. الله شكلها حلو قوي. حلو قوي. طبل طبل يا بتطبل. طبل طبل طبل. انا هروح اتزحلق. هروح اتزحلق. زحليقة زحليقة انا وقعت في الطيارة. ودي النهاية يا اصدقائنا.